يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: من الناس من يقول ويقسم بحق النعمة الشريفة، فهل في ذلك شيء؟ النعمة مخلوقة يا أخي، إيش قصدك بالنعمة؟ النعمة مخلوقة، ما يجوز تقسم بها ولا بحقها. نعم. يقول: وبعض الناس يقول بحق هذه الليلة أو بحق هذا اليوم، فما حكم ذلك؟ وكذلك الليلة واليوم مخلوق، لا يجوز هذا. نعم.